يصل الآن، يصل الآن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وبحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، نرحب بكم جميعاً في حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك فيصل لهذا العام 2024. خير ما نبدأ به هذا اللقاء وكل لقاء قبس من نور السماء. القارئ فهد بن زيد الدوسري يتلو ما يتيسر له. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. صاحب السمو، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أيها الإخوة والأخوات، يشرفني الآن أن أدعو صاحب السمو الملكي
الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أصحاب السمو، حضرات الفائزين بالجائزة، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة الجائزة جائزة الملك فيصل، أرحب بكم جميعاً في حفل جائزة الملك فيصل في دورتها السادسة والأربعين. جائزة تحمل اسم الشهيد في بلد عتيد رايته الإسلام المجيد وتحت رعاية مليكه الصنديد لتكريم العلم والعلماء من مختلف أقطار العالم ممن ساهموا بتقديم بحوث ومخترعات علمية شاركت في تقدم البشرية وخدمة الإنسانية. أيها الأخوات والإخوة، يأتي هذا التكريم دوماً للمنجز العلمي بشكل أساس دون النظر لأي اعتبارات جغرافية أو عرقية أو دينية أو مذهبية، ولذا غدت الجائزة محل تقدير الجامعات والمراكز العلمية في شتى أصقاع الأرض. التهنئة للعلماء الفائزين، والتقدير لكم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز على حضوركم، والشكر لصاحبات وأصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة لحضوركم هذا التكريم السنوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، يسعدني الآن أن أدعو سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد السبيل الأمين العام لجائزة الملك فيصل للإعلان عن أسماء الفائزين واستكمال بقية فقرات هذا الاحتفال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راعي الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أصحاب السمو، صاحبات السمو الفائزون بالجائزة، العلماء الأجلاء، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، الإخوة والأخوات، يسرني أن أقدم الفائزين بجائزة الملك فيصل في دورتها السادسة والأربعين للعام 1445 للهجرة الموافق للعام 2024 ميلادية. جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام فازت بها بالاشتراك جمعية مسلم اليابان. وقد منحت الجائزة لمبررات منها: عنايتها بشؤون المسلمين في اليابان والدفاع عن مصالحهم
رعايتها للنشء المسلم تدريساً وتثقيفاً، وابتعاثها لكثير من الطلاب إلى البلاد الإسلامية للدراسة والتحصيل العلمي، تنسيقها لتأدية مناسك الحج والعمرة لمسلم اليابان، العمل على تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام من خلال الكتب والمطبوعات ورقياً وإلكترونياً. الجمعية في هذا الفيلم القصير. نيون مسلم كيوكاي هو 1954年に設立されたムスリムによる日本での最大の組織です。日本人ムスリムの教化育成をし、連帯と福祉の向上に貢献することです。使命はイスラムの教義を広め、儀式・行事を行い、賞をいただいたことは 大変光栄です。ファイサル国王は1971年に日本を初めて訪問されたサウジアラビア王国の国王です。そのようなことから、このような賞をいただいたことは大変感慨深いものであります。イスラム関連の出版、クランや、ハディースの翻訳授業など行っております。さらに留学生を 海外に派遣し、勉強させ、教育、ビジネスマンたちのより活躍できる場の提供などを考えております。日本にムスリムが増えていく中で、日本ムスリム教会は日本社会とイスラムとの架け橋になることを目指します。 يسرني أن أدعو الأستاذ يحيى توشيو إندو رئيس جمعية مسلم اليابان لاستلام الجائزة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لشرف عظيم لنا أن نفصل على جائزة الملك فيصل اليوم أشكر حكومة حرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو ملك الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين في كافة أنحاء العالم كما أشكر رئيس هيئة الجائزة صاحب السمو الملك الأمير خالد فيصل وجميع أعضائها وأمينها العام دكتور عبد العزيز سبيل هذه جائزة أعتبرها تقديرا لما قام به أسرافنا مؤسسون في الجمعية وتشجيعا على مزيد من العمل في خدمة الإسلام والمسلمين في اليابان أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للنجاح في الدنيا والآخرة 皆さんどうもありがとうございます والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس جمعية المسلمين اليابان يحيى توشيو إندو شكرا جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام فاز بها بالاشتراك الأستاذ محمد السماك اللبناني الجنسية أمين عام اللجنة الوطنية الإسلامية المسيحية للحوار في لبنان و
وقد منح الأستاذ السماك الجائزة لمبررات منها: إسهاماته المبكرة والمتواصلة في تعزيز الحوار الإسلامي المسيحي، عمله الدؤوب في تعزيز علاقات الحوار والتواصل مع الآخر، مشاركاته الفاعلة في المؤتمرات ذات الصلة بالعلاقة بين الإسلام والمعتقدات الأخرى، رئاسته وعضويته محلياً وعالمياً في العديد من المؤسسات والهيئات والجمعيات التي تعنى بالتسامح والسلام، عمق كتبه وبحوثه وارتكازها على المنهجية الموضوعية والرصانة العلمية. مسيرة الأستاذ السماك في هذا الفيلم. تعريفي للحوار هو فن البحث عن الحقيقة في وجهة نظر الآخر. محمد السماك من مواليد بيروت، مواليد 39، درست في مدارس المقاصف ثم في الجامعة الأمريكية، وتبعت عملي ودراساتي في بيروت وفي الخارج. تركيبة المجتمع اللبناني والصراعات الطائفية المستمرة والدموية التي تعصف بالمجتمع اللبناني فتحت عيني على البحث في موضوع ثقافة مد الجسور بين الطوائف والمذاهب المختلفة، ولذلك استطعت التفرغ في دراسة هذا الأمر وفي الكتابة عنه وفي العمل من أجله على مدى سنوات طويلة. أنا أحترم الآخر وأحترم الاختلاف معه، لأنني قد أجد في هذا الاختلاف الحقيقة التي أبحث عنها، وقد يجدها هو عندي إذا كان باحثاً عن الحقيقة. أنا سعيد إنه عائلتي كانت أكبر مساعد لي حتى أنجز ما أنجزته من عمل فكري. أنا كاتب وأعمل في الإنتاج الفكري، لكنني أتعلم كثيراً حتى أكتب قليلاً. يسرني أن أدعو الأستاذ محمد السماك لاستلام الجائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو الملكي، الإخوة والأخوات، في الستينات من القرن الماضي كنت مراسلاً صحفياً في بيروت، وشكلت جامعة الدول العربية لجنة مصغرة من وزراء الخارجية لبحث أزمة السودان في ذلك الوقت. كان الملك فيصل يرحمه الله وزيراً لخارجية المملكة، وكان العضو الرئيس في تلك اللجنة. خرج من الاجتماع ليس سعيداً. تحلقنا حوله نحن الصحفيون نستفسر سبب خروجه المبكر من الاجتماع، فبادرنا بالسؤال: أين اتجاه القبلة؟ طبعاً لم يفهم معنى السؤال زملائي الصحفيين من المسيحيين، فقدته إلى غرفة الانتظار ليؤدي الصلاة. صلى هناك، وعندما انتهى السلام عليكم ورحمة الله، وجدني أصلي إلى جانبه. أيها الأخوة والأخوات، في هذا الصرح العلمي الذي يحمل اسم الملك فيصل تنتهي صلاتي، فالسلام عليكم ورحمة الله. جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية موضوعها هذا العام
النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة، وفاز بها البروفيسور وائل حلاق الأمريكي الجنسية الأستاذ في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد منح البروفيسور حلاق الجائزة لمبررات منها: تقديمه مرجعية علمية موازية للكتابات الاستشراقية التقليدية المؤثرة في الجامعات العالمية، نجاحه في بناء دليل لتطور التشريع الإسلامي عبر التاريخ، تأليفه للعديد من الكتب العلمية ذات العمق البحثي والشمولية الموضوعية، مما جعلها تحظى بالترجمة إلى العديد من اللغات العالمية. رحلة البروفيسور حلاق العلمية في هذا الفيلم. بين الذكاء والاجتهاد تنتج عنه معجزات. أنا وائل حلاق من مدينة الناصرة، مواليد 1955، تخصصي في الشريعة الإسلامية والعلوم السياسية وفلسفة الأخلاق. أدرس هذا الموضوع لكي أستمد منه نظرية نقدية لدراسة الحداثة اليوم. بالأساس ثلاث مشاريع حتى الآن نتجت عن هذه الفكرة الأساسية. واحدة هي مفهوم الدولة، ما هي المشاكل التي نتجت عن طرق ممارسات الدولة ليس فقط للسياسة ولكن في إدارة المجتمع وإلى آخره. والثانية في التركيز على طرق التفكير، يعني الإبستمولوجية السائدة في الحداثة اليوم التي قد أنتجت كل هذه النتائج السلبية. والثالث هو تدهور مركز الأخلاق في التفكير الإنساني اليوم. الحياة الأكاديمية تتطلب الصبر بسبب العزلة التي يحتاج إليها الكاتب، فأنا محظوظ كتير أنه عائلتي تتفهم حاجاتي للعزلة لأوقات طويلة. أحياناً بدأت في الرسم من سنة 1992 عندما كنت أزور بالي في إندونيسيا، ورجعت من هناك ملهم جداً في الرسم. تطورت الهواية عبر السنين. الجد والاجتهاد بدونهم لا يمكن لأي أحد أن يصل لأي شيء. يسرني أن أدعو البروفيسور وائل حلاق لاستلام الجائزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله على نعمه الظاهرة وآلائه المتكاثرة، وعلى ما من به علينا من الخير والشكر الوافي. والشكر الوافي لأصحاب السمو الكريم ولجائزة الملك فيصل ومؤسستها الأم، ولأمانة جائزة الملك فيصل، وللإخوة والأخوات الذين ساعدوا بإقامة الترتيبات المبهرة لهذا الحفل. والشكر الجزيل أيضاً لأعضاء لجنات الاختيار الذين عملوا بدأب وكد. سيداتي وسادتي الأكابر العلماء الأجلاء والحضور الكرام، أنا سعيد جداً ويشرفني استلام هذه الجائزة القيمة، وفي زمن اليأس والإحباط تأتي لترفع رتب الأمل وتشد زمام العمل والمثابرة والمجاهدة. فشكراً جزيلاً والحمد لله رب العالمين. جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب، موضوعها هذا العام جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية. وقد تم حجبها لهذا العام لأن الأعمال المرشحة لم تحقق معايير الجائزة. جائزة الملك فيصل للطب، موضوعها هذا العام علاجات الإعاقات الطرفية،
وقد فاز بها البروفيسور جيري مندل الأمريكي الجنسية الأستاذ في جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد منح البروفيسور مندل الجائزة لمبررات منها: عمله الرائد في الفحص والتشخيص المبكر وعلاج المرضى الذين يعانون من ضمور العضلات الشوكي SMA والحثل العضلي من نمط دوشين والضمور العضلي لحزام الأطراف، كونه أول باحث يوضح سلامة وفاعلية الجرعات العالية من علاج نقل الجينات بوساطة الارتباط بالفيروس الغدي AAV لمرضى ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول، وهو علاج تمت الموافقة عليه عالمياً. مسيرة البروفيسور مندل يوجزها هذا الفيلم. Repair the gene and fix the unseen. My name is Dr. Jerry Mendel. I'm 82 years old. I now live in Hilton Head Island, South Carolina. My dream as a child started as early as 5 years of age. I wanted to be a scientist and save the lives of many, many people. When I went to the National Institutes of Health, I met my first patient who had Duchenne muscular dystrophy. I realized the severity of the disease and there was no treatment. And I set my goal in life is to make a difference for that disease and for that patient. What we don't know when we infuse the gene, if it's going to go to the right place, if it's going to actually fix the gene that doesn't work. We've used AI in a limited extent at this point in my field. We can use it, and we think about improving gene therapy to make it work better. Gene therapy is gaining hold on society, but there are many people who are still afraid of it, and we have to get better at showing the risk-benefit of what we do. Try not to be a man of success, but be a man of value, so that you can hold value and integrity and honesty as the target for life. I would like to invite Professor Jerry Mendel to receive the award. It is very humbling to receive this honor as a King Faisal laureate. King Faisal was a great man and followed his service to mankind and to those less fortunate. And I find my career following in his path, devoting treatment and finding ways of saving the lives of both infants and children. It's a great honor to have received this award in his name, and there are very many people to thank in this process, that is, all the patients who came forward for this new and humbling treatment, and also my family and my wife, who has been supportive for everything I have done during this process. And thank you very much. جائزة الملك فيصل للعلوم موضوعها هذا العام علم الحياة، وقد فاز بها البروفيسور هاورد يوان هاو تشانغ الأمريكي الجنسية الأستاذ في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد منح البروفيسور تشانغ الجائزة لمبررات منها:
إسهاماته الرائدة في تفسير الدور الذي يلعبه الحمض النووي الريبوزي غير المشفر RNAS في تنظيم وعمل الجينات، تطويره لوسائل مبتكرة للتعريف بالمواقع المنظمة داخل الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين DNA. وكان لهذه الاكتشافات تأثير بالغ الأهمية في تخصص الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة، ولها دور مهم في الأمراض البشرية المعقدة. البروفيسور تشانغ في هذا الفيلم. One man's junk is another man's treasure, and that is a big theme in our research. My name is Howard Chang. I'm professor of dermatology and genetics at Stanford University. I'm 52 years old and originally from Taipei, Taiwan. I study the genome, especially how cells decide to turn genes on and off with the help of RNA. When I was growing up, I thought I wanted to become a doctor to help take care of patients who are sick and make them feel better. The question in my research is how cells decide what to become. All the cells in the body have the same DNA, but your skin cell is not the same as your heart cell. And I wanted to understand why. We and many other groups are using AI and machine learning approaches to understand gene function, to design gene sequences, and one specific application is to design RNAs that perform the functions we would like in the body. Devices that we use every day, like our phones, our smartwatches, will collect so much data that AI perhaps will use and inform our health states and potential diseases before we even know it. I'm grateful to my entire family who are big supporters of my research and my career. My wife, especially Anne, my children, of course, as well as my parents. Chance favors the prepared mind, and we think about that in our research. I would like to invite Professor Howard Chang to receive the award. Good evening, Your Royal Highness, members of the KFP board, honored guests. I'm delighted to receive the 2024 King Faisal Prize in Science. I'm grateful and humbled by this extraordinary recognition. Our research discovered a new class of genes called long non-coding RNAs that help cells decide and remember their fates. This work paves the way for future medicines that may help to treat human diseases, including cancer and autoimmune diseases. I'm grateful to many talented people I had the fortune to work with, including many students, my collaborators, and my mentors. But finally and foremost, I want to thank my family, my wife, Anne, our three children, and my parents who are with us here tonight. They're my bedrock and make everything I do possible. Thank you so much. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، لسموكم كل الشكر والتقدير على تشريفكم حفل جائزة الملك فيصل. وأخيرا، تتقدم أمانة جائزة الملك فيصل للفائزين بخالص التهاني والتبريكات، ونشكركم أصحاب وصاحبات السمو أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة والأخوات والإخوة على كريم مشاركتكم لنا هذا الاحتفاء. وتقدم أمانة الجائزة عميق امتنانها لكل من تعاون معها في الترشيح والتحكيم والاختيار، والشكر الوافر لوسائل الإعلام لتغطياتها المتميزة. نلتقي دوماً على دروب الخير والعلم والإنجاز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.